إذا أردت اليوم أن أعرف عن نفسي بلغة المجتمع فسأقول مسلمة أولاً، شيعية ثانياً، أرتدي الحجاب ثالثاً، طالبة حقوق أخيراً. أما إن أردت اليوم أن أعرف عن ذاتي بلغتي فأنا طالبة حقوق أولاً، أرتدي الحجاب ثانياً، هدفي الأول والأخير الوصول إلى القضاء اللبناني بحجابي ثالثاً. القضاء اللبناني أي ببلد الانفتاح، الحضارة، الديمقراطية، في البلد الذي ينص دستوره على ضرورة احترام الحريات بما فيها حرية المعتقد. هذا لبنان دستورياً. أما واقعياً فلا أرى من خلال المنع إلا بلد لا ديمقراطية، بلد الانغلاق، بلد قمع الحريات. ما الهدف من منع الفتاة المحجبة اليوم من أن تدخل القضاء اللبناني؟ هل هذا يحفظ وجه لبنان الحضاري؟ رسالة اليوم تشمل ثلاث فئات. الفئة الأولى هي القضاء اللبناني وكل رجل قانوني في المجتمع اللبناني اليوم. الفئة الثانية ألا وهي الطبقة السياسية وكل الأحزاب السياسية دون استثناء. أما الفئة الثالثة فهي المجتمع المدني وكل فتاة محجبة هدفها الوصول إلى القضاء اللبناني ولا تتحرك للدفاع عن هذا الحق. القضاء هو رمز العدالة، حامي الحريات، وأن تعريف الحرية في القانون اللبناني ينص على أن حريتي تقف عندما تبدأ حرية الآخرين. فلماذا أمنع اليوم من أن أدخل القضاء اللبناني طالما أني أمارس حريتي دون أن أخدش الحياة العام أو أتعرض لحرية الغير؟ لا عيب في أن أدخل القضاء اللبناني كفتاة محجبة، كون الحجاب لا يحد ولا يقلل من نزاهة وكفاءة المرأة في لبنان. لا عيب في أن أدخل القضاء كفتاة محجبة، إنما العيب في عقول محجمة تأخذ من العدالة والقانون حبراً على ورق وتزرع النقمة في المجتمع. إلى كل شخص يدافع عن هذا المنع العرفي في منع الفتاة المحجبة في دخول القضاء اللبناني أقول لبستم ثوب الديمقراطية وعقولكم تعج بالجاهلية. اسمي ميرنا زين طه، عمري 20 سنة، طالبة حقوق ثالث سنة، هدفي أوصل للقضاء اللبناني بحجابي وسأصل.